ما مدى صحة ما ذكره ابن القيم في النونية من أن الميت يعرض له عمل أهله؟ هذا ابن القيم ذكره في أيضا في الروح، كتاب الروح، وليس فيه أحاديث ثابتة، إنما فيه أقوال لبعض السلف ومرائي وأشياء، أنها وكونه مثلا يعرف من أهله أنهم صار فيه كذا وكذا، فأكثر ما فيها روى من السلف. أما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعرف فيها شيء، ولم يذكر فيها حديث ثابت عن ذلك، وإنما الذي جاء أن الأعمال تعرض على الله جل وعلا، وهذا يعني يوم الخميس، وكذلك ما ذكروه في أنها تعرض عليهم يعني أعمال أهليهم يوم الجمعة، ليس فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أقوال ومرائي لبعض السلف، والعلم عند الله جل وعلا.